بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط الختام، ختام أمسك بإذن الله تعالى في ختام أشواطنا الأشواط العامة في هذا اليوم وانطلاقة سن الكبار. هذا الشوط مخصص لفئة الحول ومنافسات الحيلي وانطلاقاتها المميزة. تواصل بالوصف والتعليق مع هذه الشعارات المنطلقة والمتواجدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات وانطلاقتها الرائعة. أول المراكز تواجد منصورة فهد بن حسين رمزان النعيمي يقدم لنا منصورة مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة لمجريات وأحداث ووقائع هذا الشوط مع المقدمة والصدارة، تميزها بالانطلاق دائما وأبدا بتواجدها بمركبة المراكز المتقدمة. ثاني المراكز التواجد من المركز الثاني والانطلاق بهذه اللحظات من قبل المنطلقة والمتواجدة الشيحانية لعنزان بخاتم بن علي عنزان النعيمي مع المركز الثاني ثالث المراكز. النقل للمركز الثالث نرى ونتابع طبية عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية يتواجد شعاره مع المركز الثالث. رابع المراكز تواجد هزر لناصر بن عبد الله بن نورة مع المركز أو هنالك من تنطلق هملولة لحمد بن مسفر بن ناصر الشواني وانطلقت بدورة للمركز الرابع بتواجدها الدرعية حامل الرقم 11 تعود الملكية لهم بالراشد بن طالب المري مع المركز الرابع. خامسا حاملة الرقم 5 تواجد هملولة تعود الملكية لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني. هذه الأسماء الخمسة المنطلقة والمتواجدة بانطلاقتها وبمسيرتها الجميلة والحافلة بالإنجازات. هذه مشاركة تجهيزية مسافة 6 كيلومترات وانطلاقاتها وأيضا انطلاقات السرعة مع هذا السن ومع هذه الانطلاقة المميزة. أعود بحضراتكم إلى منصورة، منصورة مع الصدارة ومع المقدمة تنطلق وتبحث عن النصر والانتصار بهذه الانطلاقة المميزة وبالقيادة السليمة لمجريات وأحداث ووقائع هذه الانطلاقة المميزة. تعود الملكية لفهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي من يقدم لنا منصورة مع الصدارة والمقدمة لتأتي على المركز الثاني وتنطلق شحانية. تعود الملكية لعنزان بن خاتم بن علي عنزان النعيمي مع المركز الثاني بالفعل تواجد شحانية. تعود الملكية لعنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع المرتبة الثانية تراقب وتتابع أوقاع وانطلاقة منصورة مع الصدارة. المركز الثالث ثالث المراكز تواجد وتقدم من قبل هنالك المتواجدة الدرعية، تتقدم الدرعية للمركز الثالث تعود الملكية لذاهوم بالراشد بن طالب المري شعار بن شريم متواجد بهذه الانطلاقة المميزة. المركز الرابع وتابع رابع المراكز ضبية عبد الله بن حمد بن علي العطية يتواجد شعار بالانطلاق ونافسا بدائرة الأسماء الخمسة. المركز الخامس تقدم من قبل هملولة حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني يقدم لنا هملولة والسلالة الهملولية ما تنطلق بهذه المسيرة مع خامس المراكز. هذه أسماءنا الخمسة بالانطلاق وما خلف خمسة الأسماء هناك أسماء لم يحن موعد تواجدها نتابعها ونراقبها على الكادر السفلي من لقطات جميلة من مخرجنا علي بن محمد بوشارب من يلتقط لنا هذه الصور المميزة والنقل الحي المباشر من قبل انطلاقات هذه الأسماء المتواجدة. وأيضا كل الشكر لمن يقفون خلف هذا الإخراج والإنتاج من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق والانطلاقات المميزة. مشاهدينا متابعينا الكرام انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة وقصة ورواية هذا الشوط. هنالك 3 كيلومترات ما تبقت عن ناموس هذا الشوط، ما تبقت عن التتويج وعن الانتصار. وتابع منصورة من تتواجد مع المركز الأول وتنطلق قائدة لزمام الأمور منذ أن أطلق ستار هذا الشوط وأعطيت إشارة البدء وهي متواجدة على أول المراكز مسيطرة على المقدمة. يا هل ترى تواصل هذا المسار حتى خط النهاية أم يكون هنالك رأي آخر من الأسماء المتواجدة؟ أتمنى التوفيق للجميع. منصورة تعود الملكية لفهد بن حسين رمزان النعيمي المركز الثاني. هنالك التواجد من الشحانية عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع المركز الثاني شعار يتواصل منافسا بهذه الانطلاقة
المبكر المنافسة الجميلة بالانطلاق. المركز الثالث، ثالث المراكز نتابع هنالك القادمة الدرعية، تعود الملكية للهوم بن طالب راشد بن طالب المري من يمتلك الدرعية. المركز الرابع وتابع تواجد هنالك المنطلقة هملولة ما زالت مواصلة الانطلاق من المركز الخامس حتى وصلت المركز الرابع بطريقها للمراكز المتقدمة. تعود ملكية هملولة لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني من يقدمها بهذا الانطلاق المميز. وشهاب يراقب انطلاقة هنالك هملولة مع المركز الرابع. خامس المراكز تواجد طبية على المركز الخامس كما تتابعون هذا الانطلاق الجميل. تعود الملكية لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية من يمتلك طبية بهذا الانطلاق المميز. ونعود بحضراتكم إلى حيث ما ابتدانا، نعود إلى الانطلاق الأول وإلى المنافسة الجميلة ما بين الأسماء الرائعة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المنافسة وإلى الانطلاق الأول. هنالك الانطلاق والمسيرة تسير لمجريات هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام نعود إلى أول المراكز لنرى منصورة من تتواجد على المركز الأول. تعود ملكية فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي من يقدم لنا منصورة. وأحمد السادة أعطى لقطة على المركز الثاني مخرج هذا السباق لهذه الانطلاقة لانطلاقة هذا اليوم. ثاني المراكز تواجد الدرعية، بدأت تنطلق الدرعية كما تتابعون وتشاهدون مع المركز الثاني له بن راشد بن طالب البري. وهنالك المركز الثالث قادمة لا محالة مشكلة الإثارة ومشكلة الخطورة بانطلاقتها هملولة. حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني ينطلق شعاره مع المركز الثالث. رابع المراكز يسلب، بدأت تحلو المنافسة، بدأت الأسماء تظهر وتبين. المركز الثالث ضبية عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية. خامس المراكز أول ندى لزاهية زايد بن ناصر بن غانم سيف الخيارين يقدم لنا زاهية في هذا الانطلاق مع المرتبات الخامسة. ولكن نعود مع أول المراكز ومع المقدمة ومع 900 متر المتبقية عن ناموس هذا الشوط بن شريم خطير بالانطلاق مع المركز الثاني. هنالك أيضا شعر الشهواني شعر النعيم مسيطر على الانطلاق. غيرت انطلقت تواصلت الدرعية منطلقة مع أول المراكز وقائدة لزمام الأمور. تعود ملكية الدرعية له بن راشد بن طالب المري من يقدم لنا انطلاق الدرعية مع الصدارة ومع المقدمة والقيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. تنطلق انطلاق ذاتي بدون أي أوامر تقدم لنا هذه العروض الجميلة والعروض المميزة من قبل انطلاقتها الأولى. ولكن نراقب المركزين الثاني والثالث. بدأت انطلاقة هنالك المركز الثاني زاهية زايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين. المركز الثالث قادم حامد الرقم خمسة هملولة لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني. ولكن أعود مع الدرعية، يبدو بأن الدرعية هي صاحبة هذا الشوط كما اتضحت من ملامح وانطلاقته ومجريات هذه الانطلاقة. تواجد الدرعية مع أول المراكز والعصا بالإفطار لم يتحرك الآلي، مثبت الآلي تثبيت تام بانطلاقتها. وتواجد الدرعية سلام وتحية واحترام للهوم بن راشد بن طالب المري من قدم لنا الدرعية بانطلاقة ذاتية بدون أي توامر. ثاني المراكز كان الوصول من قبل هملولة لحمد بن مسر بن ناصر الشهواني. المركز الثالث كان التواجد من قبل زايد بن منصور بن غانم السيف الخياري. المركز الرابع كان التواجد من قبل منصورة لفهد بن حسين بن فهد رمزان نعيمًا كان قائد لمجريات هذا الشوط. المركز الخامس كان الوصول من قبل ضبية لعبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية. التهاني والتبريكات نزفها للجميع ولمن حالفهم الحظ بهذه الانطلاقة. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود بحضراتكم إلى ملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل وللمنافسة التي دارت ما بين هذه الأسماء المميزة. الدرعية هي من حازت على أول المراكز، توقيت الزمن 9 دقائق 42 ثانية 49 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهم بن راشد بن طالب المري على هذا الفوز المستحق. هذه المراكز كانت تواجد من قبل هملولة
توقيت الزمن 6 دقائق 43 ثانية 7/8 الزمن الثانية. الثاني التبريكات نزف لحمد بن مسر بن ناصر الشواني، ثالث المراكز زاهية كانت توقيتها الزمن 9 دقائق 44 ثانية 30 الزمن الثانية. الثاني التبريكات لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين على هذا الفوز المستحق.